تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة من سعادة الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية الصديقة عربت فيها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لسموه في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله سائله المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته